نجحت البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة العاملة في محيط ضريح الأغخان بمنطقة غرب أسوان في الكشف عن مقبرة أثرية جديدة محفورة في الصخر تعود للعصر اليوناني الروماني. جاء ذلك من خلال عمل البعثة خلال موسم الحفائر الماضي. صرح بذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري موضحا أن المقبرة تتكون من جزئين، الجزء الأول منها فوق سطح الأرض والثاني منحوت في الصخر.